النوع الأخير من المعادلات اللي هي معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد، يعني هي فيها مجهول واحد بس من الدرجة الثانية، أو المعادلة التربيعية اسمها الثاني، وهذا الشائع اللي دائما يجي في الاختبارات. ليش احنا قلنا من الدرجة الثانية وليش قلنا تربيعية؟ هي راح تكون بالصورة هذه، يعني الاكس يكون عليه أس تربيع ولازم تكون تساوي الصفر. المعادلة هذه يعني مجهول واحد الدرجة الثانية أو معادلة تربيعية تسمى، لازم تحفظ أشكالهم عشان تفرق بينهم. كيف نحلها؟ برضو نفس الشيء بالآلة الحاسبة، نضغط نفس الشيء مود 5 3. أول كنا نضغط مود 5 1 عشان المعادلتين مجهولين، لكن المعادلة التربيعية نضغط مود 5 3، راح تطلع لنا 3 مربعات فقط لأن عندنا أصلا معادلة واحدة. فنشوف المجاهيل هنا إيش عندنا؟ 2 وسالب 6 و4، هذه الأرقام الموجودة. نحطها الحين في الآلة الحاسبة، 2 بنفس الطريقة 2 تساوي، راحت في الفراغ صارت في المربع 2، سالب 6 عندي الرقم الثاني، إذن سالب 6 يساوي برضو صارت هنا. آخر رقم اللي هو 4، نضغط 4 تساوي، نضغط مرة ثانية تساوي، طلع لنا قيمة إكس 1، نضغط مرة ثانية يساوي إكس 2، إذا قيمة إكس 1 2 وإكس 2 تساوي 1، هذه حلها. طيب نشوف معادلة ثانية، نفس الشيء إذا بنرجع الآلة زي ما كانت نضغط مود 1. خلينا نشوف المعادلة هذه، نضغط مود 5 3، المعامل اللي عندنا هنا 1 يعني موجب 1، إذا منا ما قدام حد يعني 1، نضغط تساوي 1 يساوي. الثاني هنا عندنا سالب، إذن سالب 1 تساوي. آخر رقم موجود عندنا سالب 12، لازم ننتبه للإشارات لأن إذا دخلت الإشارة غلط النتيجة كلها غلط. سالب 12 تساوي، نضغط تساوي مرة ثانية، إكس 1 طلعت لنا 4، نضغط يساوي مرة ثانية، إكس 2 طلعت لنا سالب 3. نتأكد إكس 1 تساوي 4، إكس 2 تساوي سالب 3، إذن إجابتنا صحيحة. في الاختبار راح تجيب الطريقة هذه، يعطيك المعادلة ويعطيك خيارات زي كذا، ممكن ترى ما يقول لك إكس 1 وإكس 2، يعطيك إياها بالشكل هذا، أنت تعرف على طول.